اهلا بيكم في الحلقة التانية من راكوتيس ارت مانيفيستو. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ليه بنشجع الناس ان هي تشتري ارت ورك اونلاين والمميزات اللي ممكن تكون افيد للناس ان هي تشتري ارت ورك اونلاين. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها على موضوع ناس كتير سألتنا عليه، وهو ايه الخطوات والعوامل اللي ممكن نخدها في الحسبان قبل ما نشتري عمل فني او قبل ما نقتني ارت ورك. تعالوا معانا وهنشوف التفاصيل. اهم حاجة واول حاجة ان احنا نبدأ بان احنا نشوف اكبر عدد ممكن من الاعمال الفنية والتجارب الفنية المختلفة وانواع الاعمال الفنية، بحيث ان احنا بنحتك باعمال فنية كتير ونشوف التجارب ونشوف الاعمال اللي تشدنا وبيحصل ما بيننا وما بينها نوع من انواع الحوار. اهم حاجة في العمل ان هو بيضيف لحياتنا سعادة وبهجة، وفي نفس الوقت بيهمنا الموضوع اللي اللوحة بتناقشه او العمل الفني بيناقشه. مهم جدا ان احنا نجرب ونشوف انواع مختلفة وكتير قبل ما نقرر ان احنا نشتري اي حاجة. النقطة الثانية ان لما بنشوف مجموعة فنانين شدنا شغلهم، معجبين باعمالهم الفنية، في بيننا وبينهم كيمستري وحوار، ان احنا نبدأ نتابع اعمالهم ونتابع المعارض اللي هما بيشاركوا فيها، الاحداث الفنية المختلفة، نزور ارت فيرز، وممكن نستعين بارت كونسلتنت يقول لنا اكتر عن التجارب الفنية بتاعتهم والبراكتس بتاع الشغل بتاعهم، اهمية شغلهم وهل هو انفستمنت كويس ولا لا، وعلى لونج ران السعر بتاعه ممكن يزيد ولا لا، الفنان دوت بيتحسن ولا لا. دي كل دي عوامل مهمة لازم نحطها في بالنا ونخليها في بالنا قبل ما نشتري العمل، وتبقى دايما حاجة بروسس بنعملها بانتظام للفنانين احنا بنحب نقتني منهم. لازم نعمل سيرش كويس ونبقى عارفين ايه اللي بيحصل في الارت سين والاخبار والاحداث اول باول. حاجة كمان ان احيانا اقتناء اللوحات بيكون زي حب من اول نظرة. انت بتشوف اللوحة بتعجبك، بتحس ان هي دي اللوحة اللي انت عايز تشتريها، ما بتبقاش محتاج ان انت تاخد في التفكير وان انت تدور على الهيستوري بتاع الارتست. زي ما ده مهم ان احنا نعمل الريسيرش، بس احيانا برضو بيبقى مهم ان احنا نمشي ورا الاحساس بتاعنا ونمشي ورا الحدث بتاعنا، لان احيانا بيكون هو ده العمل الفني اللي احنا بندور عليه ومش محتاجين ان احنا ناخد وقت كتير في التفكير. لا، لو هو ده اللي انت حاسس فعلا ان انت في بينك وبينه كيمستري، جو فور ات واشتريه على طول. نقطة كمان مهمة جدا، نحاول ان احنا يكون في ترابط ما بين مجموعة الاعمال الفنية اللي احنا بنشتريها وبنقتنيها، ان الاعمال يكون في بينها تناغم، مش بس كشكل، كستايلز وكانواع اعمال وكمواضيع حتى. هو طبعا كله في الاول في الاخر بيبقى مرتبط بالشخص نفسه وبيبقى فيه جزء من شخصيته. مهم جدا ان احنا ناخد في اعتبارنا ان هي يبقى فيها تنوع وفي نفس الوقت تبقى متناغمة، فده حاجة مهمة جدا. ممكن لو احنا مش قادرين ان احنا نعمله نستعين بارت كونسلتنت او جاليري يساعدنا ان احنا ندير الارت كولكشن بتاعتنا، وايه العمل الفني اللي احنا محتاجينه، ايه العمل الفني اللي هيضيف للكولكشن بتاعتنا. اخر حاجة هو التوازن ما بين العوامل العادية زي المقاس والسعر واللون ونوع العمل، وما بين احساسنا احنا ناحيتها وناحية موضوع اللي بيناقشه العمل الفني. التوازن ده مهم جدا عشان ما نخسرش عمل فني قيم وحلو لان مقاسه مش مناسب بالنسبة للمقاس اللي احنا عايزينه او حاسين انه هو كبير او لا. لازم يبقى عندنا القدرة على ان احنا نوازن ما بين عوامل المادية والمشاعر ناحية العمل الفني واهميته والاهمية الفنان اللي اشتغل عليه وحتى المجهود اللي حطه في العمل الفني. حتى لو الارت ورك ممكن يبقى برايسه عالي شويه، بس احنا نبقى قادرين ان احنا نوازن ما بين البوينتس دي ونفاضل ما بينها بالنسبه لينا احنا وبالنسبه احنا بندور على ايه ومحتاجين عمل فني شكله عامل ازاي. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالموضوع اللي احنا ناقشناه، وهننتظر منكم تعليقاتكم والكومنتس بتاعتكم على فيسبوك ويوتيوب وانستغرام، وقولوا لنا ايه المواضيع اللي انتم حابين نتكلم فيها. باي باي.